إذا سمعت حديث من آذى عليا فقد آذاني، من آذى فاطمة فقد آذاني، هؤلاء أهل بيتي يؤذيني ما يؤذيهم، يحزنني ما يحزنهم، ترجع للقرآن الكريم، الله تبارك وتعالى يلعن الذين يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم، يلعنهم، أولئك لعنوا في الدنيا والآخرة. إن مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، تقرأ في القرآن الكريم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فأيهما أعظم أحبتي، أيهما أعظم في نظرك، الشمس والقمر أم رسول الله وأهل بيته؟ شيء واضح جدا. فإذا قلت أن الله خلق الشمس والقمر واللوح والقلم وكل ما يجري في الكون من أجل محمد وأهل بيته، هذا ما في نوع من الخروج عن الحق أبدا. هذا المنطق بعينه، المنطق نفسه، المنطق هكذا كان. نأتي إلى القرآن الآن، ملاحظة أخرى أحبتي، الليلة ليلة خاصة، وانتبهوا بقلوبكم، بارك الله فيكم، لأن هذه أحاديث يجب أن نلتفت إليها ونأخذها بعين الاعتبار، وإلا بعدين نخجل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله وحياتك نخجل من عنده. نشوف الزهراء سلام الله عليها، إذا الإنسان يمشي، شوف إذا يمشي على هالخط المعاكس، تصل إلى مرحلة أنك تتهم الزهراء بعدم العصمة، تقول الزهراء مو معصومة كما يقولون الآن، يقولون الزهراء مو معصومة، ليست معصومة. بعدين لماذا هي معصومة يقولون؟ هل هي نبي أو إمام؟ أعوذ بالله، الزهراء حجة الله على الأئمة كلهم، الزهراء روحي فداها من أصحاب الكساء، الزهراء حجة الله البالغة، حجة الله التامة، سيدة نساء العالمين. مريم في القرآن معصومة والزهراء معصومة؟ ومريم قابلة عند فاطمة الزهراء، يعني حضرت في ولادة الزهراء قابلة مع سارة وكلثم وآسية بنت مزاحم. فنلاحظ هذا المعنى حتى ما نصل إلى إنكار مظلومية الزهراء، إنكار مظلوميتها، أنها ما مظلومة. بالله عليك، إذا أنت مظلوم وواحد يجي يقول لك أنت مو مظلوم، كم الحسرة تكون في قلبك؟ شلون حسرة تصير في قلبك؟ أنت مظلوم، والمظلوم الليل كله ما ينام يبكي ومتألم، تشوف واحد يقول لا أنت ما مظلوم، أنت لست مظلوما، والحال أنه يجب أن تكون مع المظلوم. أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. أحبتي لاحظوا بعد، شوف الصفحة اللي أفتح لكم إياها الآن على حديث الكساء، اسمعوا. لماذا نذكر حديث الكساء؟ ولماذا يقول ما ذكر خبرنا هذا في محف، ما ذكر الآية، إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، إنما أنت مذكر يا رسول الله، لكن لمن الذكرى؟ إنما يتذكر أولو الألباب، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اقرأوا القرآن الكريم، الله يذكركم بالأنبياء، الآن على ذكر الزهراء روحي فداها، الله يذكركم بمريم في سورة مريم، واذكر في الكتاب مريم، أنت جالس تريد تذكر حديث الكساء، الله يقول لك اذكر مريم أيضا، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك الله ربك كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية منا ورحمة وكان أمرا مقضيا، فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا.
وهزي إليك بجذع النخلة. هاي النخلة في كربلاء. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. فأتت به قومها تحمله، قال يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا أو عصيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه ينطرون. أنا تعمدت أقرأ لكم كل الآيات. لماذا الله يذكر مريم هكذا؟ ليش؟ قرآن هذا كل المسلمين يقرأوه حتى لا تموت ذكرى مريم، دائما تذكرها. وقصتها هذه واضحة، ومصيبتها تأتي إلى مصيبة الزهراء روحي فداها. إن قيل حواء قلت فاطم فخرها، أو قيل مريم قلت فاطم أفضل. أفهل لمريم والد كمحمد، أم هل لمريم مثل فاطم أشبل؟ كل لها عند الولادة حالة، منها عقول ذوي الفصاحة تذهل. هذه لنخلتها التجت، فتساقطت رطبا جنيا فهي منه تأكل. وإلى الجدار وعتبة الباب التجت بنت النبي فأسقطت ما تحمل. فكيف اللي التجأت للنخلة تذكرها أنت والتركيز عليها، والتي التجأت إلى الجدار وأسقطت جنينها المحسن ما تذكرها؟